خلينا بقى نروح لبعض اللقطات اللي طبعا العالم كله اتكلم عنها، يعني خلينا نقول السوشيال ميديا اتكلمت كلها عنها تقريبا، وهو اللفتة الإنسانية الحلوة جدا قبل الماتش امبارح لمحمد صلاح وهو وقف يتصور مع الفرقة الموسيقية. وحضراتكم عارفين طبعا الفرقة الموسيقية دي كانت للمكفوفين، يعني اللي افتتحت أجواء المباراة، وراح سلم عليهم. ولقطة تقريبا احنا مش هنعلق عليها كتير، يعني الصور بتتكلم زي ما بتقال عن نفسها، لكن حاجة جميلة جدا واسعدت الملايين اللي كانوا بيتابعوا. وحلو قوي ان احنا نحس ببعض، وحلو قوي ان احنا نقدر بعض وندي قيمة لبعض طبعا. يعني حتى لو حد فينا عنده مشكلة ما نحسس بعض ان احنا عندنا مشكلة، يعني جبر الخواطر زي طبعا. ما بتقال يا كريم طبعا. حاجة عظيمة جدا، وربنا بيردها لك لما تجبر بخاطر حد، لما تقف جنب حد، لما تبتسم في وش حد. صدقني والله الحاجات دي بتعود ليك بعد كده. فلا لفتة كانت جميلة منه مليون في المية، وعلى فكرة متماشية جدا مع فكرة ان احنا بنتكلم عن أيقونة ورمز رياضي وأخلاقي محمد صلاح. طبعا الحقيقة على الصعيد الأخلاقي لا يقل يعني شهرة عنه في يعني على الصعيد الرياضي. احنا بنتكلم على بني آدم خلوق ومحترم وبيتعامل مع كل الناس بقدر ملحوظ من التواضع الحقيقي مش المدعى، وده بيبان في شوية رفايع كده. وشفنا الحاجات كتير يعني من خلال فيديوهات سابقة كتير ان الموضوع ده حقيقي ضمن تكوين شخصيته، يعني دي طبيعة شخصيته ودي طبيعة أخلاقه. ربنا يديمها عليه نعمة يا رب.